مؤتمر ميونخ للأمن يجمع هذه السنة مرة أخرى صناع قرار وخبراء في قضايا الأمن ومنع الأزمات من أنحاء العالم، من رؤساء دول ووزراء وقادة مؤسسات أمنية في المجالات الاستراتيجية من السياسة إلى الاقتصاد والعلوم إلى التكنولوجيا، وذلك لمناقشة الأزمات والتحديات الأمنية الحالية والأكثر إلحاحاً. فما هي أهم الشخصيات المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2024؟ مؤتمر الأمن العالمي الذي يعقد هنا في هذا الفندق التاريخي هو عبارة عن تجسيد لمجتمع صناع القرار الأمني والاستراتيجي العالمي بمكوناته المختلفة، نظرا للطابع المعقد وللأزمات الساخنة التي تجري حاليا، فإن حضورا لافتا لصناع قرار بارزين مثل نائبة الرئيس الأمريكي وأمين عام الأمم المتحدة ورئيس الوزراء الفلسطيني والرئيس الإسرائيلي والرئيس الأوكراني أيضا، بالإضافة إلى قادة أمنيين وعسكريين بارزين. يأتي مؤتمر ميونخ هذه السنة في ظل قلق أوروبي من أن تهزم روسيا أوكرانيا، وبعد 19 أسبوعاً على بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، والمخاوف المتزايدة من توسع رقعة الصراع في غزة إلى باقي المنطقة، وخاصة بعد الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة لأهداف إيرانية في العراق، وكذلك في ظل الصراع المحتدم في البحر الأحمر. فما هي أهم النقاط التي سيركز عليها مؤتمر ميونخ هذه السنة فيما يخص هذه القضايا في منطقة الشرق الأوسط؟ حرب غزة والصراع في الشرق الأوسط يحظى باهتمام كبير في هذا المؤتمر، ويطرح في ثلاث مستويات. مستوى أول يطرح فيه الجانب الإسرائيلي وجهة نظره عبر الرئيس الإسرائيلي، ومستوى ثاني سيطرح الفلسطينيون تصوراتهم وعلى لسان رئيس الوزراء الفلسطيني، ثم دائرة ثالثة تشمل تداعيات حرب غزة على منطقة الخليج وعلى لبنان والبحر الأحمر، ومن هنا سيكون حضور بارزا لشخصيات من هذه المنطقة. تأسس مؤتمر ميونخ للأمن في خريف عام 1963 على يد إيفالد هاينريش فون كلايست، وهو ضابط سابق في الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. كان والداه ناشطين سياسيين في المقاومة الألمانية ضد أدولف هتلر، وكان الهدف من تأسيسه وقتها مواجهة خطر الصراعات العسكرية. فما هي الأهداف التي يسعى المؤتمر لتحقيقها هذه السنة؟ مؤتمر ميونخ يعقد دورته 60 هذا العام على وقع أزمات ساخنة في أوكرانيا وغزة، ولذلك في مستوى أول يسعى صناع القرار السياسي والأمني إلى البحث عن تسويات عبر الكواليس وفي ندوات معلنة، لكن بموازاة ذلك هنالك بحث للبدائل والخيارات فيما يتعلق بأمن أوروبا والأمن العالمي في ضوء المتغيرات الجديدة مثل المناخ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.